الجحيم المناخي بات يهدد الأرض أكثر فأكثر. تحذير أممي من ارتفاع مفرط في درجات حرارة الكوكب. المخاوف هذه يقابلها تسارع لجهود العلماء والخبراء للبحث عن حلول للحد من ارتفاع درجات الحرارة، ومنهم باحثو جامعة واشنطن الذين قدموا دراسة لتجربة علمية مبتكرة تهدف إلى تبريد الكوكب من خلال رش السحب بملح البحر. يقول القائمون على الدراسة إن جزيئات الملح تساعد على تكوين قطرات ماء صغيرة ولامعة في السحب، ما يعكس ضوء الشمس بعيداً عن الأرض ويمنع ارتفاع درجات الحرارة. ويهدف المشروع إلى زيادة قطرات الماء في السحب، ما يعزز عملية التبريد الطبيعي للأرض التي تحدث عندما تدفع رياح المحيط زبد البحر عالياً في الهواء. ومع ذلك تخوف علماء البيئة بأن مثل هذه الأفكار قد تكون لها آثار جانبية خطيرة وتشتت الانتباه عن الحلول الأكثر ضماناً مثل خفض انبعاثات الكربون. وتأتي هذه التجربة وسط إعلان خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي بأن الأشهر الاثني عشر الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق، متجاوزة متوسط درجات الحرارة العالمية قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية. فهل نحن مقبلون بالفعل على مرحلة الجحيم المناخي؟